زي ما شفتوا من العنوان النهاردة هنجرب فايرال هاك تريك ميك اب للعين شفته على تيك توك، بما اني بقيت بقى بتفرج على تيك توك كده يعني، والله انسبيريشنال جدا يعني. المهم شفت عليه كده ميك اب، يعني حد بيمسك الفرشة وتدرج الوان كده من غير ما تدمج، وبعدين تمسك الاخر الفرشة وتدمج، هوب بقى ايه لوك العين يكون جاهز. فقلت لا يعني نجرب، يعني نجرب والله، حاجة تبقى سهلة وحاجة تبقى جميلة. فعملت الميك اب كله بتاع وشي وسبت عيني علشان نجرب مع بعض ونشوف هتشتغل ولا لا. يلا بينا. طيب هو في الفيديو هي درجت الالوان اللي هي البني، بني غامق، بني شوكليت، وبعد كده بني فاتح، وبعد كده ذهبي، وبعد كده ذهبي فاتح. فما لقيتش انسب من الباليت دي اللي هي بتاعت سوفت جلام من اناستاسيا بيفرلي هيلز، ماي فيفرت باليت ايفر يعني. فقلت دي انسب باليت نجرب بيها. اوكي يلا بينا يلا بينا. وحبيت ان انا اصور الفيديو ده كده عشان انزله على اليوتيوب والانستجرام. بصوا هي استخدمت بنسل براش، انا عندي بنسل براشز كتير بس يعني همسك بقى في واحده مش نظيفه واحاول ان انا انضفها. اهي زي الفل اهي. هجيب بنسل براش زي دي كده اللي هي بنعمل بيها شيدنج تحت عينينا، بس هستخدمها بقى في الكلام ده. خلوني احط بيس كده على عيني علشان اضمن ان مفيش اي حاجه تمنع الدمج. دي فرشه كان فيها لوس باودر. اوكي اهو، مش هعمل اكتر من كده يعني. وهجيب البنسل براش بتاعتي وهبتدي باللون، خلوني امسكها كده، هبتدي باللون الغامق ده وعمل زيها بالظبط. خلوني اعمل الخط واضح اكتر. والناحية التانية هكذا مظبوطين. بمسح بس الفرشة بالبتاع ده اللي هو انا اللي ملوناه، وهدرج بقى زي ما هي محطوطة كده بالظبط، يعني زي ما هي محطوطة كده بالظبط. هاخد من اللون التاني اللي هو اسمه روستيك، وعامل برضو خط، بس بتهيألي هي فرشتها كانت اكبر. عايزة اقرب منكم. وهاخد تاني من اللون ماشي عادي، نجرب يعني نجرب، فشلنا مش مهم، هحط الفيديو برضو حتى لو فشلت يعني. خلاص هاخد بقى اللون ده اللي هو my favorite color اسمه سيانا. طب ما انا كنت خدت من التقي، لا عشان اهو هاخد من اللون بتاع سيانا. ايه ده؟ تمام. هاخد بقى، خلينا بقى نغير الفرش بقى عشان ناخد الالوان الفاتحة. هاخد اللون اللي هو اسمه burnt orange. وبعد كده هاخد اورنج سودا اللي هو ده، والله انا مش عارفه اصلا اذا كانت هي، يا ساتر حوادث حوادث. ماشي. وبعدين ننتقل على الشيمرز. هاخد اللون ده اللي هو جليستن، تمام. وبعد كده اللون اللي هو اسمه فيري.
ماشي اهو، يلا بينا بقى ايه نعمل اللي هو الجزء الاهم والاروع والاكثر اثارة في الفيديو. مش عارفة اخد انهي بلندنج براش، بس عايزة بلندنج براش تكون ايه ده، تكون فلافي علشان تساعدني. ممكن اخد البلندنج براش دي اهي من جيسوب، معلهاش اي لون. تمام، لا خلوني اخد واحدة اصغر عشان ما تلخبطليش ايه الدنيا دي. مورفي وابتدي بقى ايه ادمج زي ما هي عملت، بس هشوف بقى في مراية. ايه ده، من كتر ما الباليت الوانها بيجمنتد تحسوا انها يعني ايه، انتوا شايفين انا قصدي ايه. بصوا انا هعمل كل اللي عليا ان انا انجح اللوك، يعني مش هستسلم. بصوا هو اوحش حاجة اللاينز دي، المفروض بقى بفرشة واحدة يعني. هاخد من اللون الفاتح الاخضر، عجبكو؟ هدمج بقى في اللون ده شوية عشان افتح الدنيا. بصوا ادي دي اول عين، يعني مش عارفة مش عاجبني يعني. وبعدين تحسوا الالوان الغامقة خدت الالوان الفاتحة معاها. تمام، خدت فرشة تانية علشان ما بوظش الدنيا اكتر من كده يعني، ويمكن ايه اتعلم من اخطائي شوية. هدمج اللون ده لوحده كده، اللون اللي بقى خلاص بقى تاتو. تحسوا الطريقة دي احسن شوية من الطريقة دي، صح؟ انا حاسة بكده. هبتدي بقى اسحب الالوان الفاتحة. طيب بصوا يعني ده كده من غير غش، ايه الاخبار؟ ظبطت؟ انا متهيألي ظبطت على فكرة، يعني متهيألي انا بس جادجمنتال زيادة، بس متهيألي ظبطت. يعني لو حد مش بيعرف يدرج الالوان وعمل كده وابتدى يدمج بالفرشة هيظبط معاه قوي. متهيألي مش هعدل فيه حاجة وهسيبه كده عشان نشوف الاوتكم بقى في الاخر. يعني تعالوا نعمل نفس الحاجة بس في الجفن اللي تحت، بس بدوتس كده صغيرة. يعني هاخد اللون البني الغامق اهو، وبعد كده البني اللي جنبه اهو. يا سلام، يا العين دي واضحة اكتر ليه. واللون ده اللي هو سيانا اهو. تمام، وبمسح بس الفرشة. واللون اللي هو ده بيرنت اورنج، بعد كده اورنج سودا اللي هو اللون ده،
وكده كده احنا بقى عندنا في المدمع اللي هو اللون الشيمرز يعني. خلوني هميكس بقى بين الاتنين عشان خلاص عيني خلصت، ما بقاش فيه مساحة تانية. اوكي يلا ندمج، يلا ندمج. بس ايه، خلوني اختار فرشة، فرشة فلافي بس فلات، شايفين؟ اهي عشان عايزاكوا تشوفوا. عجبني صح؟ عجبني قوي. بصوا ده كده من غير ايلاينر ولا من غير مسكارا ولا من غير اي حاجة، حلو. انا حاسة انه حلو صح. احط شوية مسكارا بقى ولا لا تحسبوا ان انا عملت حاجة. كده بعد المسكارا والله حلو يعني، حلو. انا مبسوطة بالنتيجة، مش وحشة ابدا وسريعة، و for beginners هتكون حاجة حلوة قوي. قولولي تدوا بقى التريك دي وتنفذها كام على كام، out of 10 يعني، كام من 10. و قولولي لو عجبتكم، لو عجبتكم الحاجات دي دايما كده اعمل لنا فيديو فن زي ده ونهاف فن مع بعض. لو عايزيني اعمل لكم تريكس تانية قولولي بليز، ولو عجبك ما تنسيش اللايك والشير، ولو على اليوتيوب يبقى سبسكرايب وتدوسي على الجرس وكل حاجة حلوة. واشوفكم المرة الجاية على خير. باي باي.